بنسلط الضوء من خلال هذا الفيديو على الأسئلة الأكثر شيوعاً في مجال الخدمات الاستشارية واللي توصلنا من قبل رواد الأعمال المتقدمين بأفكار مشاريعهم في صندوق خليفة. لتقييم جدوى المشروع من الجوانب التسويقية والفنية والمالية. لا يوصي صندوق خليفة باللجوء لأي شركة استشارات، فيمكن لمستشاري صندوق خليفة تقديم الإرشاد في وضع الدراسات والتوقعات المالية، بالإضافة إلى الدورات التدريبية المتخصصة في عدة مجالات. لا يقدم صندوق خليفة الأراضي أو تمويل الأراضي ولا يقوم بالبحث عنها، ولكن قم بسؤال استشاري الأعمال لمزيد من التفاصيل. يقوم صندوق خليفة بالتأكد من صحة المستندات والموافقة عليها، ثم يتم صرف القرض من خلال البنك المتفق عليه مباشرة، ويتم تقديم جلسة توجيهية للمتقدمين الذين تمت الموافقة على طلباتهم. نعم، بشرط أن تكون مملوكة للإماراتيين بنسبة 100%، وتكون الملكية في الرخصة التجارية للأفراد وليس لشركات أخرى حتى وإن كان يمتلكها إماراتيون بنسبة 100%، وفي حال تغيير الشراكات بعد الحصول على القرض يجب الحصول على موافقة الصندوق. يتحمل المتقدم المسؤولية كاملة عن سداد القرض في حال عدم نجاح المشروع. يرجى مراجعة الصندوق لبحث خطة تسوية مناسبة. يجب أن يتقدم صاحب الطلب بنفسه ويقوم بحضور كل الاجتماعات اللازمة. يجب أن تتم المساهمة المالية من قبل مقدم الطلب وتوقيع الاتفاقية مع صندوق خليفة والبنك في غضون 3 أشهر من الموافقة على القرض. الصندوق لا يحمي فكرة المشروع، وإذا رغب صاحب المشروع بحماية فكرته فعندها يتوجب عليه اللجوء إلى الجهات المختصة لتسجيل الفكرة. هي منصة لعرض خدمات الصندوق، حيث يتوجب على كل عضو التسجيل في البوابة عبر البريد الإلكتروني، وذلك لطلب رسائل الدعم وللبحث والتواصل مع بقية الأعضاء. لا، فلجنة الفرز لها الحق في قبول الفكرة للبدء في فحصها، وليس لها سلطة الموافقة على منح أي قرض، فإذا تم قبول الفكرة بشكل مبدئي فإنه يمكن أن يتم رفضها فيما بعد في إحدى المراحل الأخرى إذا لم يثبت جدواها، أو إذا لم يتحل المتقدم بالالتزام المطلوب، أو لم يتمكن من استيفاء المتطلبات. مرحلة التسجيل هي من 7 إلى 10 أيام، ومرحلة دراسة المشروع والموافقة على القرض من 3 إلى 4 أشهر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. صندوق خليفة، مع نستثمر فكرتك.